السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بإذن الله عايزة بس أقول لكم حاجة مهمة جدا، وعايزة أصور لكم السلمان بتاعنا أهو. أنا طلعت طبعا أول مرة يا جماعة، يعني طالعة النهارده أول مرة أشوف إيه. شوفوا معايا كده، بسم الله ما شاء الله، السلمان بتاعنا بشر أهو، شايفين البط بتاعه؟ طبعا بيبقى لوناته غريبة شوية، ومفيش لون بيبقى شبه التاني، كل واحدة يبقى البيضه بتاعتها لها لون خلاف اللون التاني. شوفوا الرسمه دي يا جماعه بتاعت السمان ده خلاف اللون ده، بيبقى خلاف اللون ده. طبعا ان شاء الله احنا مش هناكل البيض دوت زي ما قلت لكم. انا طبعا هعمل فقاسه، وفي ناس طلبت مني طريقه عمل فقاسه، فباذن الله هعملها لها. حاضر، احنا هناخد البيض يا جماعه طبعا، بس ان شاء الله هما دولت اللي لسه اولكش يبشروا النهارده همت. اما كل الوقت البيض بقى ان شاء الله هناخد البيض بتاعه ونفقسه، وباذن الله عشان يطلع لنا كتاكيت سمان صغيره، وهوريها لكم برده باذن الله، وهقول لكم هنعمل ايه ان شاء الله. طبعا اللي مش عايز يفقس يا جماعه، انا قلت لكم بيض السمان ده له فوائد جميله جدا للاطفال. اه البيض ده يا جماعه له فايده جميله جدا بالذات للاطفال، بيض السمان ده. يعني اللي مش عارفه فوائده تجيب من على النت وتقرا، تقرا فوائد بيض السمان، وهي هتلاقيه مش هتسليه. لو انت شفت فوائده، في فوائد كتير جدا جدا، لو انا قعدت اقول لكم من هنا لبكره مش هتصدقوها، ولا انت هتيها من على النت ان شاء الله، وشوفي فوائده ايه، وان شاء الله هتفيد اي واحده ان شاء الله عندها اطفال. زي ما قلت لكم هو احسن من بيض الفراخ كمان. ممكن تجيب لها مثلا 5 6 جواز ولا حاجه، او 10 بالكتير، وتربوهم عندها. بس للبيض للاطفال بتاعتها او اي حاجه، هو بيضه جميل جدا، يبقى طعمه جميل جدا. انا كنت بستعمله يا جماعه زي ما قلت لكم، انا كان عندي مشروع السمان دوت، وكنت بربيه، وكنت دايما بفقس منه. كنت عامله فقاسه كبيره، فقاسه يدويه مش فقاسه، يعني انا كنت عاملاها على ايديا. كان بسم الله ما شاء الله بيطلع لي بال 300 كتكوت. بس انا قطعت الموضوع ده فتره علشان صوته دوت بس. وطبعا زي ما قلت لكم ما كانش له تسويق عندي، كان بيتباع عندي رخيص، ما كانش يعني ايه بيبقى غالي ولا حاجه، لان انا المنطقه اللي انا فيها في ناس كتير ما بتعرفش يعني السمان، او بتعرف طريقه تربيته، فعشان كده كان يعني ما كانش له سعر عندي. فانا رجعت جبته تاني يا جماعه، على اساس مثلا اللي عايزه تربه ولا حاجه تعرف طريقه تربيته، واللي مش عارفه حاجه هوريها لها مثلا، وهفيدها باذن الله. اللي عايزه تجيبه على اساس تربيه ان شاء الله. آه عايزه بس اقول لكم يا جماعه، كل 3 اناتي بيبقى لهم ذكر، تمام كده؟ كل 3 اناتي لهم ذكر واحد يا جماعه، عشان كتر الذكوره بتفترس الاناتي، يعني بتموتها، بتفضل تنقر فيها كده لغايه ما تموت خلاص كده. انا كنت جايبه طلع عنده ذكوره كتير، فانا عزلتها في جنب الوحيده اهيت، على اساس ان ديت باذن الله هربيها وهذبحها وخلاص. انا حشت الذكوره هنا على قد الاناتي عندي زي ما قلت لكم. يعني انت لو انت عندك 9 تجواز لهم 3 ذكوره بس، على اساس ان هم ما يفترسوش الانات ويموتوه. دي معلومه مهمه جدا للي عايز يربي سمان. الذكوره دي يا جماعه اللي هنا ديت، انا طبعا حاجزه بسلك اهوت، حاجزه بسلك على اساس ان هم ما يموتهمش. لان انا هوريكم برده حاجه اهو، انا عندي كم ذكر، 2 4 6 7 7 ذكوره دولت، يعتبر في الوفر دولت دوت باذن الله. انا حاطه لهم علف اهوت، هستنى بس لما يسمنوا معايا شويه كده واقوم ذبحهم، وان شاء الله برده هوريهم لكم، على اساس ان اللي عايز يعرف السمان، واللي عايز يربيه، واللي عايز يذبحه، واللي عايز ينضفه وحشيه، هقول لهم ان شاء الله على كل حاجه. انا حاطه لهم علف بيضا اهو يا جماعه اهو، وطبعا لازم بيتحط عليه عش دش ناعم، يعني اللي مش تحط علف صافي كده ولا حاجه، لا انا حاطه بس دلوقتي مؤقتا، وباذن الله هجيب لهم علف ان شاء الله. بس انا حبيت اوريكم البيض اللي السمان عندي بشره اهو، حبيت بس اوريه لكم. طبعا اللي عايز يعرف ازاي الذكوره بتفترس الاناتي اهو يا جماعه، انا عندي دي كده اهي، كتر الذكوره زي ما قلت لكم، يعني ممكن اهي ممكن تنقره من عينيه، تفخت عينيه كده لغايه ما تموته، يفضل تنقر فيها لغايه ما تموته. فانا عزلت عنهم خالص اهو، تمام كده. فان شاء الله بقى هيتقل برده معايا واقوم ذبحاه. طبعا اللي عايز يعرف الذكر من الانتهاء يا جماعه، لو انت حابه تجيبي عشان مثلا محدش يقول لك ده كله ذكوره، يدوله كله ذكوره او كله اناتي. اللي عايز يعرف الذكر من الانتهاء، انا عندي الفرد السمان دوت، طبعا بيبقى صدره كله كده،
اصفر كده يعني، صدره كله بيبقى كريمي كده زي ما انتم شايفين كده. اه دي دكر، بيبقى عنده غده ورا هنا يا جماعه، بتبقى يعني ايه مكلكعه شويه كده. ديت بتعرفي الدكر من الانتاج، دي لما بيكبر بتبان اهي، بتفرز حاجه بيضه كده. دي دكر. خلاص هوريكم الانتاج بقى. خلاص احنا عرفنا الدكر من الانتاج، عشان اللي عايزه تجيبه تربش. بيطير، خلي بالكم يا جماعه عشان البتاع ده بيطير، لو طار مش هيجي تاني. الانتايه بتبقى صدرها ابيض، خلاص اهي الانتايه بتبقى صدرها ابيض كده كده. اللي بيعمل صوت دوت بيبقى الدكر، الدكر دايما هو اللي بيعمل الصوت اللي هو العالي اللي انتوا بتسمعوه ده. اه الانتايه ما بتعملش الصوت ده. اه طبعا اللي عايزه تجيب يا جماعه من السمان ده وتربي، انا بنصحكم ما تجيبوش عمر يوم، لان عمر يوم هيخسر معاكي كتير وممكن يمت منك. عايزه تجيبي جيبي عمر اسبوع، هيبقى جاي يا دوبك شادد حاله شويه تعرفي تربيه، بيبقى زيه زي الفراخ بس مش في الاكل ولا في الشرب طبعا. لا طبعا هو بيبقى له علف يا جماعه، العلف بتاعه بيبقى بادي تركيز 23%، ده بياكله عند ما يبدا يكبر يبقى في الحجم ده كده. بنبدا بقى نخلط له ايه دش بتاع دش ناعم علشان ما يليس معانا عشان يبيض، تمام كده. طبعا بنجيب له صدف يا جماعه، ما تنسوش الصدف، اهم حاجه الصدف، علشان انت عايزه عايزاه يبيض على طول ويكون معاك بيض، ادوله صدف. خلاص كده، فاحنا ان شاء الله زي ما قلت لكم احنا خدنا البيض اهوت باذن الله، هنحوشه ان شاء الله، يا اما هيتاكل يا اما ان شاء الله نحوشه ونعمله فقاسه ونربيه كتاكيت. هو طبعا بيبقى متخصب كله يا جماعه، بيض السمان ده كله باذن الله بيبقى متخصب، لان انا كنت زي ما قلت لكم كنت بفقسه عندي، كان بسم الله ما شاء الله ما بيهيكش. وزي ما قلت لكم اللي عايزه تربي ما تكترش الذكوره للاناث، كل انتايه لها ثلاث، كل انتايه او ثلاث اناتي لهم ذكر واحد، تمام كده. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده يا جماعه، يا رب يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك للفيديو يا جماعه والاشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.